وسار صلاح الدين عن حران في ربيع الاول فلما وصلوا الى مدينه بلد سير اتابك عز الدين زنكي والدته الى صلاح الدين ومعها ابنه عمه نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما فلما وصلوا الى مدينه بلد سير اتابك عز الدين زنكي والدته الى صلاح الدين ومعها ابنه عمه نور الدين زنكي وغيرهما من النساء وجماعه من اعيان الدوله يطلبون منه المصالحه وبذلوا له الموافقه والانجاد بالعساكر ليعود عنهم وانما ارسلهن لانه عز الدين زنكي وانما ارسلهن لانه هو كل من عنده ظن أنهن إذا طلبنا الشامة أجابهن إلى ذلك أجابهن صلاح الدين إلى ذلك لا سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين هو ما بأي شيء وقف لنور الدين ماذا أبقى لنور الدين حتى من أجل ابنة نور الدين يستجيب صلاح الدين يقول لا سيما ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين فلما وصلن اليه انزلهن واحضر اصحابه واستشارهم فيما يفعله ويقوله فاشار اكثرهم باجابتهن الى ما طلبن منه وقال له الفقيه عيسى وعلي بن أحمد المشطوب لاحظ هنا الوسوسة لاحظ من هنا تعرف ما هي شخصية صلاح الدين ومن الذي يوسوس لصلاح الدين التفت جيدا هنا هذا نهج عام لصلاح الدين ولغير صلاح الدين إذن أئمة الضلالة هي التي توسوس هي التي تغرر بالآخرين بالأمراء بالقادة بالحكام بالملوك بالسلاطين بالخلفاء يقول وقال له الفقيه عيسى وعلي بن احمد المشطوب وهما من بلد الهكاريه من اعمال الموصل مثل الموصل لا يترك لامراه قالوا لصلاح الدين قالوا له مثل الموصل لا يترك لامراه فان عز الدين زنكي ما ارسلهن الا وقد عجز عن حفظ البلد. هنا اقول أليف، لماذا قالوا مثل الموصل لا يترك لامرأة؟ علما أن الوفد ضم أكثر من امرأة، إضافة لرجال من أعيان الدولة، فلماذا خصصوا كلامهم بامرأة؟ باء، ولماذا ظن عز الدين زنكي وكل من عنده أن صلاح الدين سيجيبهن حتى لو طلبنا الشام جيم ولماذا جعلوا الخصوصية للاستجابة متعلقا ومؤكدا بحضور ابنة نور الدين دال وإذا كان عز الدين أراد دفع الشر بما هو أحسن ولم يكن عن ضعف فلماذا لم يكتفي بارسال الرجال خاصه مع ملاحظه ان ارسال النساء يوحي الى الضعف وهو ما فهمه اصحاب صلاح الدين ووافقهم عليه صلاح الدين ها. ولماذا تكرر الحدث في الموصل بعد ان سبق حصوله قبل عشر سنين في حلب عندما حاصرها صلاح الدين فارسل له الملك الصالح اخته نفسها ابنة نور الدين زنكي وقد استجاب لها صلاح الدين واو ويا ترى هل هي نفس البنت أو أختها يا ترى هل هي نفس البنت فعلا أو هذه أختها ففي الكامل الجزء التاسع في صفحة 407 قال ابن الأثير ثم دخلت سنة سبعين وخمسمائة خمسمائة وسبعين ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حمص وبعلبك لاحظ في سنة 570 ونحن في هذا المورد في سنة 581 في سنة 570 ذكر حصر صلاح الدين حلب وعوده عنها وملكه قلعة حلب قلعة وملكه قلعة حمص وبعلبك لما ملك صلاح الدين حماه سار إلى حلب فحصرها ثالثة جمادة الآخرة فقاتله أهلها وركب الملك الصالح وهو صبي عمره اثنتا عشره سنه وجمع اهل حلب وقال لهم قد عرفتم احسان ابي اليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم وأنا يتيمكم وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي إليه يأخذ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق، وقال من هذا كثير وبكى فأبكى الناس فبذلوا له الأموال والأنفس واتفقوا على القتال دونه والمنع عن بلده وجدوا في القتال وفيهم شجاعة وقد ألفوا الحرب واعتادوها